الحمد لله. تمام، صباح الخير يا دكتور. حضرتك كنت العافية. معانا قبل طوكيو قبل بالظبط. طوكيو على طول، كان شهر 7 او 8 صح بالظبط. كده، وكنا بنتكلم عن الاستعدادات وان شاء الله ايه المتوقع، والابطال بتوعنا اتكلمنا عنهم مع حضرتك بالتفصيل. خلينا بقى ننتقل من النقطه دي بس نعقب عليها برضو، وشفت ازاي فكره هنا حصولنا على الميداليات بهذا الكم، وفكره برضو احنا ممكن في ان شاء الله باريس 2024 نحقق ايه، وبعدين نتكلم في المستقبل ان شاء الله. هو خليني حضرتك بس يعني ارجع شويه كده لورا، ان تاريخ الرياضه البارالمبيه في مصر تاريخ طويل، تاريخ مش قليل طبعا. الرياضه البارالمبيه في العالم بدات طبعا بعد الحرب العالميه الثانيه، وبدا يبقى في اصابات كتير، وبدات الفكره بدايتها في انجلترا في ستوكمان فيل، لما بداوا ان هم يعملوا يعني ايه بطولات معاقين، ويعني ايه المعاقين يبداوا يشاركوا. بدأت الفكرة في مصر تنتشر، وبدأنا يمكن شاركنا لأول مرة بشكل رسمي في سول 88، كانت مشاركة رسمية لمصر. مصر كانت بتحقق عدد من الميداليات أكتر من دلوقتي، علشان نبقى واقعيين الناس تبقى عارفة. هقول لحضرتك ليه. أولا الرياضة البارالمبية في العالم كله بدأت تنتشر بشكل كبير، بدأت الدول الكبيرة تخش بشكل أكبر دلوقتي، بدأت الألعاب نفسها تقلل من عدد الميداليات اللي موجودة في كل الألعاب. بمعنى يعني ألعاب القوة في بتتلعب في حاجة اسمها كلاسيفيكيشن دولي، المفروض أن اللاعب مش كل الإعاقات بتلعب مع بعضها، إعاقات مختلفة. فبدأوا دلوقتي في الأولمبياد في بعض الإيفنتات بتتلعب في بطولات العالم ما تتلعبش في البارالمبياد، وبدأت في بعض البطولات الإيفنتات تتلعب في بعض البطولات الدولية ما تتلعبش في الاولمبياد. الغرض من ده ترشيد عدد الميداليات، يعني الميداليه تبقى ذات قيمه، يعني عايز الميداليه البارالمبيه تبقى ذات قيمه. ثانيا خلينا نتكلم بصراحه، مصر كان ليها في بعض الكلاسات باع كبير جدا، لدرجه ان احنا كنا بنقف ثلاثه على المنصه، ثلاث اول ثاني ثالث من كلاس واحد. فبداوا يبقى في نظره للغرب في التغيير في الكلاسيفيكيشن في هذا الكلاس، ان هو يتفكك، يفككوا بعض الكلاسات اللي مصر كانت بتحقق فيها او الدول العربيه عامه كانت بتحقق فيها، علشان ما نوصلش للتارجت اللي احنا وصلنا له. وده توجه عالمي، يعني فكره تامري يعني، ولا ده فكره تامري تطور طبيعي؟ لا لا لا، هو فكره تامري شويه، لكن الاهم منه ان احنا بنقول الاتحاد الدولي او اللجنه البارالمبيه الدوليه اللي هي الاي بي سي بقت النهارده الفكر بتاعها ان عايزه الميداليه تبقى ذات قيمه. يعني لك ان تتخيل رفع الاثقال ما كانت في يوم من الايام عدد غير محدود، ان كله بيشارك، كل من يتاهل يشارك. لا دلوقتي كنا موجودين في طوكيو يعني. بياخدوا 160 لاعب بس على مستوى العالم. 160 لاعب بياخدوا خلاصه المتنافسين بالظبط، و20 لاعب بياخدوهم بحاجه اسمها البيبر تايد او بطاقه تاهل، بيشرك فيها الدول اللي لاول مره تشارك، لعيب ناشئ وحقق مستوى كويس يشارك، يعني كنوع من التحفيز او نوع من زياده عدد المشاركين. فالتوتال اللي بقى عندنا 180 لاعب معايا، 180 لاعب بس على مستوى العالم كله في المشاركات في رفع الاثقال. فطبعا بالتالي لازم هتقل مع عدد الميداليات. كذلك العاب القوه نفس الكلام، كذلك في السباحه. فهو ده اللي خلى العدد بتاع الميداليات مع شراسه المنافسه تقل شويه. بس ده معدل مقبول وطبيعي يعني بالنسبه لحضرتك شرحته دلوقتي، احنا كده ما عندناش شورتج او طبعًا. يعني طبعا. وخلينا برضو نتكلم بصراحه شويه، انا يعني بتكلم باستفاضه لاني احنا نحب الصراحه جدا. نتكلم بصراحه شويه، ان الثوره اللي حصلت اثرت علينا بالسلب كتير. مجالس اداره اللجنه البارالمبيه كانت على مدى سنوات لغايه 2017 كانت مجالس معينه وليست منتخبه. فكان اللي بيجي بفكر ضغط من اللعيبه وفكر ضغط من المدربين، فبالتالي ما بيطورش وما بيزودش عدد اللاعبين. يعني ايه بفكر ضغط من مش فاهم؟ اللعيبه كان اللاعبين كان بيبقى ليهم دايما دور في تشكيل مجالس الادارات. اللعيبه اوكي معايا. لكن مع القانون الجديد وبقى في انتخابات، فالمجلس اللي بيجي عنده اريحيه في الاختيار، وده يمكن احنا بدانا نشتغل عليه من بعد ما جينا من طوكيو، او يمكن من قبل ما نسافر طوكيو، ان احنا بنعمل جيل جديد، بنحاول نعمل قطاع ناشئين اكبر. من سن كام يبدا بقى يا دكتور؟ احنا بنبدا يعني احنا كنا نازلين بالسن شويه، علشان في بعض الاعاقات ما يحصلهاش تسرب. يعني احنا بدانا نشتغل دلوقتي على اعاقه موجوده كتير جدا في مصر، لكن مش موجوده في الرياضه المصريه كتير. أوكي. موجوده وهي الاقزام. حلو ده معايا.
التطور ده موجود في العالم كله وموجودين وبداوا يحققوا في رفع الاثقال بالذات وفي العاب القوه ميداليات على مستوى العالم كويس جدا. فاحنا بدانا نتجه لهم. الولاد دول احنا شغالين عليهم وبدانا نعسكر، يمكن موجودين في المركز الاولمبي معسكرين منتخب كامل موجود فيه اكتر من 15 قزم وقزمه. دول خلاصه اللاعبين اللي عملنا لهم تيست وخدناهم من بطوله الجمهوريه وبدانا نشتغل عليهم علشان ناهلهم لبطولات العالم الجايه، وبالتالي نشتغل عليهم باريس ونشتغل كمان عليهم 28.